يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا في حاجة مهمة قوي، ازاي نساعد اولادنا ان هم يخرجوا من ازمة كبيرة جدا جدا، هي ازمة ادمان مشاهدات الاشياء الاباحية او ادمان شرب السجاير، وقلنا 7 خطوات نعملهم عشان نقدر نسترد اولادنا ونأمنهم. بس بالله عليكم وانتوا بتعملوا كده ما تحسسوش اولادكم ان انتوا رافضينهم، حسسوا اولادكم ان انتوا الاثنين متحالفين على كراهية الشيء الحرام ده، بس انتوا هتفضلوا تحبوهم وتدعموهم، لان هم لو حسوا برفضكم للأسف هيدوروا على حد تاني يقبلهم، واحتمال كبير تكون هي شلة السوء اللي هتكون تقبلهم لان هم شبههم. طب والحل هو ايه؟ افتحوا صدوركم لأولادكم وطبطبوا عليهم ومديلهم ايديكم وبتقرروا دايما احنا بنفرق ما بين الفعل اللي انتوا عملتوه وانتوا احبابنا، الفعل ده تعالى احنا الاثنين نتفق على كراهيته، لان ربنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان وزين الايمان في قلوبنا. يا رب العالمين اجعلنا دايما دعم وسند لاولادنا، يجعل قلوبهم مطمئنه انهم اقوى من المعصيه واقوى من كل شيء ممكن يبعدهم عن طريقك. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، ألهمنا أن نكون من أهل الحكمة ومن أهل الدعم والسند لأولادنا يا رب العالمين.